كل الاصدقاء والمتابعين، نبارك لاخونا بطل العراق الكابتن عبد الله افتتاحه مطعم للوجبات السريعه في محافظه صلاح الدين قضاء الجيل، يقدم احلى بيتزا واحلى همبرجر واحلى ميزو وايضا لفات البلافل والبوتيتا والبيتزان والسكر، وراح يشرح لنا على الاسعار اللي يقدمها المحافظه صلاح الدين قضاء الجيل، وعنده توصيل مجاني وكل قضاء الدجيل. شلون هاي البيتزا تسوي؟ البيتزا سعرها 3000 ونص. الوسط الكبير سعرها 4000، لفة الفلافل 500، لفة القصب 1000 دينار، لفة البرجر لحم عجل على الطريقة الإسلامية. وبروبتنا لفة سعرها 2 ونص. الريزو سعره 3000 ونص مع الروطية مالته. مفروض غازية. اضرب ياسر. اضرب. وعلى اللحم. اضرب اضرب. يا محمد الله يا الله. هاي الرزق ان شاء الله بمطعم الرياضي، كل التوفيق والخير والرزق لاخونا بطل العراق عبد الله مطعم الرياضي. الله 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 محمد. واحد. اضرب بيتزا. واحد بيتزا. عافيه. الله يحفظك. ابو علي عوافي. واحد جبن. عمره. روح جبن كلها لحام وجبن المطعم الرياضي.